التعليم باش نحكي عليه بصفه عام. استاذ انفورماتيك، التعليم بصفه عام. التعليم كي نحكوا على وضع المربي المعلم والا الاستاذ، والله العظيم في الوقت الراهن اصبح في ادنى 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 مستوى من ناحيه اللي هو الاجر نتاعه. البارح نحكي مع ولي، قال قريب يولي حتى باش يقول لك صباح الخير يقول لك اعطيني منحه معها. لا اسمعني، شو انت مديجا قناه معروفه وانت تبارك الله عليك الوضعيه قدامك وانت تنجم تحكم بعقلك. الولي ربما راهو ثم حاجات ما يفهمهاش. احنا تو كي نجيو نشوفوا وضع مثلا تو الاولياء ماشي في بالهم انا احنا حاطين التلميذ راهينا عندنا وانا حاجبين العدي. احنا نحكم على الوزاره، ممضيه معنا اتفاقيه من 2019. تجي تو نتفاوضوا معاها الوزاره تقول لك الاتفاقيه اللي امضيتها في سنه 2019 نخلصك فيها على سنه 2024 و25 و26 واتفاقيه ممضات. هل يعقل هذا؟ هذا ما يعقلش، ما يعقلش. هذا شو مدخله تلميذ؟ هي اعطيني انت وسيله نتاع انا باش نضل به. اضراب. اضراب ثم زاد زملائي يقول لك انا ماخذ كريدي وبصالير وحده ما نجمش نجوع في كرشي. ريت مصلحه الاستاذ قبل مصلحه التلميذ. اي روح حتى الاضراب زاد مش التلميذ زاد باش نضربوا عليه، التلميذ زاد مش باش ياخذ درسه. إيه نحن هانا قاعدين نعطوا فيه في درسه، نقدموا له في درسه. اما خير اضراب التلميذ ما ياخذش الدرس نتاعه والا يحاجب الاعداد، اعطيني طريقه انها الخير. حقوق الطفل هنا وين؟ المسؤوليه الكل عند وزاره التربيه. ومسؤوليه كلها عند الدوله. الدوله علاش ما تفضلش الاشكاليه هذه؟ علاش ما تفضيش؟ علاش تخلي الاستاذ في اسفل في اسفل السلم نتاع التاجيل؟ علاش؟ تبحثوا على حلول اخرى، اما التلميذ خليه بعيد. الوزاره رانا نشوف معاها الحلول الكل، الوزاره اللي نستجدوا فيها باش تجي تجلس معنا نتفاوض. راهي الاشكاليه هذه مش مطروحه من امس ولا لامس، الاشكاليه هذه مطروحه من الصيف اللي فات. الاشكاليه هذه مطروحه من الصيف اللي فات، الوزاره كانت تفضل الاشكاليه، راهي مش مطروحه من امس ولا لامس باش نشوفوا معاها حل، مطروحه من قبل، والوزاره كانت نجم تجلس وتتفاوض ونشوفوا حل ما بيناتنا الكل. بيناتنا احنا ما دام الدوله ما عندهاش فلوس. شنو نجمو نعملو؟ الدولة عندها فلوس، والدولة ما عندهاش فلوس كان على قطاع التعليم. عندها فلوس راه خدمة النواب. عندها فلوس الدولة. اسمعني باش ندخل في قضايا كبرى نتاع صندوق النقد الدولي واحد وكل شيء، الدولة تنجم تعمل لنا صيغة منحة استثنائية والدولة على شنو ترتكز؟ على شنو ترتكز؟ خير يدخلوا النواب ولا تاخذوا منحة أنتم؟ يا ودي الدولة تنجم المعادلة هذه تزيد للأساتذة، منحة ما نقولش تزيد للأساتذة، اللي هي الأستاذ تعطيه حقه. اللي هي نطلب طالبه بحق، مش معناها القطاعات الكل. شوف من الثوره الى يومنا هذا، شوف القطاعات الكل قداش خذت، وشوف القطاعات الكل قداش تمتعت منحها، وشوف 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 وشوف. الدوله تنجم تعمل المعادله نتاعتها اللي هي الاستاذ زاد تطلع له في السلم نتاع التاجير نتاعه وتنتدب زاد. الدوله تنجم تنتدب، اما الدوله فقيره وما عندهاش فلوس كان على القطاع التعليم. قالوا انتم تخدموا سوايع زايده في ليتيود. اسمعني، والطبيب اللي يخدم في السبيطار ماهوش يخدم بريفي، ماهوش يخدم في العياده نتاعو، اللي يخدم في السبيطار مش مستحقين المنح الزايده، الاولويه للنواب. خي تو انت رجل مثقف ورجل تفهم في الحاجات هذه. هام قالوا، هام قالوا ايه هذه يا اسماء عاد نشوفوا فيه بخلاف اللي قال واحنا نشوف. حتى التلميذ في الوقت الراهن معظم الاستاذه قرروا في ليتيد، وما نكروش هذا. وليتيد راهو الاستاذ يتعب فيه ويقدم فيه مجهود، اسكو المجهود والتعب نتاعه ويمشي كاكا. والتلميذ حتى كي نحكوا قبل الاستاذ نحكوا التلميذ في حاجه زاد اللي تيدرا، والتلميذ ولا في حاجه اللي تي راهي الحصه غير كيفي. كي تشوف البرنامج وتشوف التوقيت راهو غير كيفي، التوقيت والبرنامج انه هذاك غير كيفي باش التلميذ يتحسن مستواه. مش تجاره معناها باش نحسبوها التلميذ راهو الاستاذ يقرب في التلميذ يتيد معناها تجاره، لا مش تجاره. التلميذ زاد هو في حاجه اللي تيدرا، في حاجه لانه التلميذ كي يعرف مستواه ماهوش لازم يقرا يتيد باش مستواه يتحسن. تقول لي هكا تقرا في حصه نتاع الدرس، حصه نتاع الدرس راهي غير كافي، غير كافي. في القطاع الخاص امورهم ماشيه؟ لا 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 لا، في القطاع الخاص هذيك حاجه اخرى. وانا نحن عندنا ما نذكر لك شيء. القطاع الخاص انا نشوف فيها غونفلومون نتاع نوت بدون مستوى. في الامتحانات الوطنيه متفوقين. لانه حتى في القطاع الخاص، في القطاع الخاص ثم لهوة زايدة، ثم لهوة زايدة أكثر من القطاع العمومي بالتلميذ، ثم لهوة كبيرة ياسر، ثم لهوة كبيرة ياسر. أنت كتلميذ كي يدفع في فلوس بالطبيعة صاحب المؤسسة باش يتولها به ووفر له كل شيء، الإمكانيات الكل يوفرها له. وفر له الإمكانيات الكل.
في القطاع العمومي متوفر اللي هو موجود في القطاع الخاص مش متوفر. تصور لو كان مثلاً قطاع خاص القطاع العمومي قادر باش يستقطب التلامذة هذا من كل والله العظيم يستقطب. أما لكن هي سياسة متاع الدولة، الدولة كانت نجم زادة تعطي للقطاع العمومي اللهوة الخاصة وتوفر له حتى مش ونحكو حتى كي نحكو حلقة كاملة بما فيها الأستاذ بما فيها التلميذ بما فيها الوزارة بما فيها الدولة، نحكو على حلقة كاملة توفر كل شيء للتلميذ وتوفر زادة للأستاذ. ليش وليش وصلناها المرحلة هذه؟ خاطر تردي الوضع المادي أولا للمربي والوضع التربوي بصفة عام، خاصة ولاية سيدي بوزيد نذكره، لأن وصلنا مرحلة صعبة جدا على المربين بالكلها بالابتدائي والثانوي. وقت ما توفرش أنت للمؤسسة الفورنيتير أقل حوايج تباشير وعلم وماء وطالبني باش تطالب باش نبدع، أنا داخل وأنا يعلم بي يا رب. هذه نقطة. نقطة أخرى، هم النواب المطروح تو المفاوضات اللي خذيت مرحبا بهم، هم رمزوا بلانة وهم مساكين، هم ضحية قبل، هم في إطار التشغيل الهش هذا. اليوم احنا نفاوضوا واحنا نضربوا من اجل زملائنا خاطر هم نواب وكمان ما يكونش هو زاد اوبستاكل للزميل القديم باش ما يتمتعش بحقوق، لان يعني مخذوه هما خذته والمسارات كلها نقطعوا مع التشغيل الهش. جبناه نحن التشغيل الهش، ما جبناش نحن وماناش مسؤولين عليه، احنا كرجال تربية قدم ماناش مسؤولين عليه، ومع العلم انهم زملائنا يبقوا نحترموهم وندافعوا معاه عليهم، لكن زاد نحن رانا ارباب عائلات وامام غلال الاسعار هذيا ما عندناش واصلين، ما عندناش واصلين. هم زملاء السادة ياخذ في 15%، مانيش باش نعمل مقارنات بين الوزارات الاخرى اللي خذا صحة وفرح، اما نحن على اساس شنو ديما متشدين معانا؟ لانه كوطال عدد كبير، هي العدد يعني قطاع صحيح، هي نورمالمون هذا هو اللي نشوفوا له حلول جذريه، مشوا التشغيل الهش وظروف المربي يعلم بها كان العالي ومع تدهور البنيه التحتيه للمؤسسات هذيك ما نحكوش برا، تو الساده المديرين الكل برا تصرف يتصرف يمشي مد يديه يا كريم تعالى. هي نحن نعيشوا فيها وفي بعض الجهات نعيشوا فيها، المدير هو اللي يحل الاشكال، وربما احيانا حتى لدرجه ما تسمعش بيه المشاكل هذه خلاص. في إطار متابعتنا لموضوع حجب الأعداد، سألنا تلاميذ الرقاب من ولاية سيدي بوزيد الذين علقوا على هذه القرارات التي من شأنها أن تضر بمصالحهم كتلاميذ، كما عرجوا على موضوع مسلسل الفلوجة. أسلم. أسلم. شو رأيك في موضوع حجب الأعداد؟ لا رأيي ما يعجبنيش. تعبين خاطر بالحق وقتاش بالحق هكا وقتاش تعبنا اصلا وقتاش باش نوصلوا توش بعداتكم؟ لا ماخذينيش حتى دفرات ماخذينها هيج التلميذه هذه، فما بروفيت مش حابين يعطونا النوتات وزيدها في الاخر معناها يقول لك برا احسب معادليك وحدك، الوقتاش باش نعرفوا نحن نوصلوا معناها الوقتاش باش يواصل الوضع هذا؟ نحبوا نعرفوا معادلاتنا، نحبوا نعرفوا في شنو المواد الضعيفه فيها باش نحاولوا نقوا رواحنا. قريتوا البرنامج الكل تو ولا مازال؟ اي قرينا البرنامج الكل بريسك، مازال شويه يعني كل ماده مازلت منها شويه مش نكملوه يعني. امكانيه مثلا مش امتحانات شنو رايك؟ ما فماش امتحانات مالك فاش باش ننجحوا؟ فاش باش نعرفوا رواحنا؟ كاو بالحق خاطر لازم نعدوا امتحاناتنا باش ننجحوا، باش الواحد باش معناها نعدوا عام كامل نقروا في الاخر زاد يرجعونا نقروا معناها نعاودوا العام ما يجيش. يعملوا لنا نجاح الالي. لا ليه لازم نعدوا دفورات باش ننجحوا لازم بالحق. لازم نعرفوا نوتاتنا. شكون المعلمين نتاعكم والاساتذه نتاعكم؟ اعطونا نوتاتنا باش نعرفوا معادلاتنا، اذا ما فماش يعني اذا باش يتواصل حجب الاعداد نوصل معلومه للاساتذه كلها، اعطونا معادلاتنا الكل يعني مش فيه للدفورات الكل، اعطونا معادلاتنا خلينا نحسبوا خلينا نعرفوا رواحنا خلينا نعرفوا مستوانا. ولا ما يجيش ما اعطوناش معادلات ما عطناش معادلاتنا ولا ايام معناها كيفاش واحد يعرف فيش طايح معادلاته فيش مجيش لازم يعدونا معادلاتنا وراو لازم نعدو السمبلوكي باش نعرفوا ننجحوا يعدونا نجحونا نجاح الي
مش تنقضوا بعضنا ما يجيش هذا ما رجعناش معادلاتنا تو معناها اللي رجع لك عباره عمل عليك مزيه هو من حقك يرجع لك دفوار راه هو من حقك يرجع لك دفواراتك باش تعرف ايش طايح وشنو مش طايح هما يرجع لك دول عمل عليك مزيه هما ولا يعذبوني ثم غيابات ولا سادة ولا لا 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 فماش غيابات البروفيت صعبها البروفيت كل البروفيت كله يعني مواظبه على اوقاتها ما فماش فيش توا علاقتكم بالاساتذه نتاعك لا علاقه به يا علاقه البروفيت البروفيت كل مش عاملين معانا الخايب ويحاولوا يعني يوصونا معناها حتى اذا متواصل الحاج بالاعداد شد قرايتك وبهين معانا كل نشكرهم بالحق الكل خاصه نحب نشكر مدام زهره خسخوسي عملت معانا البه على الاخر عام كامل هي اللي طورتنا بالحق وما كناش معناها نعمل في مسرحيات ونوادي هي ملي دخلت ابن وسينا قلبيته كل بالحق خاطر يعطيها الصحة ونحبها على الاخر نقولها نحبك على الاخر لا وقت اللي تفرجوا على المسلسل ردوا رواحهم لا وباهين وتلامذتهم وصغارهم كلها مخاطيهم موجود في الليسيات وموجود اعظم من كيكة وذاك يعجبني مسلسل يوصل في مساجات للاولياء باش تفيق لصغارها ويعطيهم الصحة نعجبني عندكم في المحيط متاعكم انا شكون يروح عنا 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 كل شيء من اي حاجة تلقى منها موجود تجارة المخدرات موجود كل شيء دوريات أمنية هنا ولا لا 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 قليل المرة قليل المرة تلقى قليل عسامح سلمك ربي يبارك أنت ولي أي نعم شو رأيك في موقف النقابات من حجب العديد عيب والله عيب والله يكسرونا مش به ليه ولد عمي خيط هو لكن مشكل ما عم يحلوه بالتلام دمتانا والله حرام عيب